لازم تلعب بالمين يا اخي، نبي نطلع فوق ما ينفع كذا. اذا انا مو همني، انت همك ليه؟ ولما يعني ما في احد معي يلعب في المين كويس، ما في المدمر، خلاص فقدت الامل. وحماده مره معدوم، يبغى له اديله سنه كمان عشان يرجع الجيم. تعال يا مدمر، تعال حبيبي، تعال يلا، تعال يا بابا، تعال يا عيوني. انا ما شفتك كثير من اول حسبتك مشيت. تعال يا عيوني، تعال يا قلبي انت، تعال يا حبيبي، تعال يا بعد عمري، تعال يا كتكوتة انت، تعال تعال يا باسيف اجريسيف من بعيد كده يعطيني علامه ايه. يلا يا برونزوس، يلا يلا اتفرجوا عليه هو يلعب توب فيورا، يعني يسوي مونتاجات الجيم هذا. انا اسف مقدما، بما اني حلعب شامبيون ما العب اصلا، جالس اتعلم عليه يعني من بدري. اللي يبغى يطلع من ستريم ياخذ بريك، this is a good time to do it. يعني عندك ياسو ويوني، لما شفنا ياسو ويوني معايا اول امس يا عيال، الاثنين كلهم فيدوا. الحين لما نشوف ياسو ويوني في التيم الخصم، الاثنين كلهم حيتفيدوا. التاريب اللي راح ينزل للعبه، هل راح ينزل تاريب الايتيمات والرونز كمان؟ اظن هو تاريب لكل حاجه، اسماء الابيليتيز، الرونز، الايتيمات، الاصوات حق اللاعبين، كل شيء. يعني صراحه ما اؤيد، بس عاد شلون يتكلم عربي؟ يب اوريدي وايلد درفت فيه خلاص. ليش يا اخي ما تأيد؟ اسم الايتم انفينيتي ايدج، ايش تعريبه حيكون؟ ذا بليد اوف ذا بليد اوف ذا روين كينج، ايش سموه؟ شفت ايش سموه؟ نصل، نصل الملك المحطم. كيف تتوقع انه حتقول الاسماء هذه؟ ما امزح معك والله، والله هذا اسمه. روح على وايلد درفت وشوفه، بس خليه يتكلم عربي خلاص. كيف افتكر ده؟ كيف لو واحد يجيني في ستريم يقول لي ها عمر اشتري نصل الملك المحطم، اقول له اوكي بعد 10 سنين و11 سنه ولا واتيفر، وانا مخي يعني اتبرمج انه يقرا الاسماء. حفظنا الاسماء الايتمز بالانجليزي. تريق عليهم قبل كم سنه نقول التابعون والبارون الاشياء، بالعكس سموها نفس الشيء. المينيون سموهم توابع، الوارد ماني فاكر، الابيليتيز حق جانا جلست اقراها ذاك اليوم كنت حبكي. وبعدين لما الباتش نوتس يجي تشرح فيها، قسما بالله ما تفهم شيء، وعشان عربي كثير فمسوين جوجل ترانزليت، فبعض الترجمه ترجمه حرفيه. العيد سي سي ولا برايز ايش شيء تقول حقتله. يقول لي فاينالي زبل حمار في ليفل 2 قرب يموت، وبعدين يقول لي فاينالي. جو I'm gonna push معك push. يقول لي في كم مر مرتين ريبورت، ايش دابله؟ اروح فوق مره ثانيه، ابغى يسوي لي ريبورت. انا نازل تحت، كمل 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 كوادرا كل كوادرا. اوكي ايش بقى متاخر كده مره. ما أقدر أنقص؟ أوكي مرتين جري. أنا مش رادع جس. هذا هنا هذا هنا.
رجع الدامج اللي يسويه. ثانك يو ذا. رجعت لها طقمي. حسبته حيسوي لي اياها على تحت، حسبته حيسوي انتسيبيشن، طلع زبال وانا زبال زيه. نزلت على تحت قلت حيضرب تحت، هذول برونز شكلهم اصليين. وات ذا فك الزبال ذبحك. اي والله لا من جد هذا. يلا كذا عشانك الله ان لعبت حقتك لبضيع. I'm fine, I'm fine. Is it the nah. I'm gonna die. Oh, we need to heal. Where are we? What? I don't know why they came. Gatlin 2? Okay, that's what. I thought I'd do the ulti on the Adam who can help him. ما احتاج. والله ما اطلع، والله ما اطلع. سويت الالتي حقي غلط بس ما يبعد برضه. المشكلة انت سويت الالتي، يعني انا سويت الالتي وانت وقفت ياسوا، وقفت يوني، فمرة غلط. انا حسبت يوني سوى الالتي حقته علي، قمت على اساس انه يقدر يشتغل مع هذا حقه. طيب ممكن على التوبس فك ابو عندي قلتي ما توقعت تقتلني يا واد. كرت يا واد فوجي. يلا اجا خلصنا الجيم. شكرا. مره عور ياسوا، مره فجر كذا. وما سويت ايه، انا لو ما سويت التي كان مت. ايه روح لما نروح يسوي فير على طول. ايه بس مو زي كذا. ايه موت يا حبيبي ورتب. رجع جيتوا اساعده، اديته كل وكل وكل ثلاثه مرات ورا بعض، سويت له روتيشن، طلعت جليبز من الجيم، قال لي لو جيت توب اجين او ريبورت يو. ايش اقول له امه ده؟ ايش اقول له البرونز ده المعفن؟ او ريبورت يو. غبي قسما بالله، ايه له غبي.